مرحبا بكم على أنوار بوست. أكد بيان صادر عن المسؤولين عن الجامع الكبير بكل من باريس وليون وإيفري أن السلطات الفرنسية تستعد لإلغاء ذبح الدواجن وفق الشريعة الإسلامية انطلاقا من يوليوز المقبل. وجاء في نص البيان: اجتمع المسؤولون في الجوامع المذكورة الحاصلون على الموافقة الوزارية التي تخول لهم إصدار تراخيص لممارسة طقوس الأضاحي وضمان إصدار شهادات الحلال للحوم يوم الاثنين 15 مارس 2021 في الجامع الكبير بباريس لبحث سبل ووسائل توعية السلطات العامة بالوضع الدراماتيكي الذي قد يمر به مسلمو فرنسا بعد نشر تعليمات تقنية جديدة من وزارة الزراعة والأغذية فيما يخص ذبح الدواجن. ووفقا للبيان، فإن هذه التعليمات تضمنت الضوابط الرسمية المتعلقة بحماية الحيوان خلال ذبح الدواجن، ولا تجعل شروط الذبح الجديدة من الممكن تلبية المبادئ العقادية والأساسية للذبح الحلال لدى المسلمين. البيان اعتبر بأن هذه التعليمات تعد رسالة سيئة للجالية المسلمة في فرنسا مع اقتراب شهر رمضان. في هذا السياق أكد البيان أنه اعتبارا من حزيران يوليو المقبل لن يتم السماح بذبح الدواجن الحلال في فرنسا قبل عملية الساق الكهربائي. وبحسب البيان، فإن هذه الأحكام تشكل عقبة خطيرة أمام حرية ممارسة العبادة. عزيزي المشاهد، لك الكلمة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.